السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، صلى الله عليه وسلم. نصلي على النبي يا جماعه، نصلي على اللي يشفع فينا يوم القيامه. النهارده بقى جايين في تحدي جامد، ماشي؟ وشوشو زعلانه زعلانه زعلانه. ليه بقى؟ ولولي زعلان زعلان زعلان. لولي زعلان؟ لا، الا لولي يا جماعه، الا لولي. بصوا، اللايكات قليله، المشاهده قليله، مش عارفه ليه. عايزاكم بقى ايه، تتواصوا باللايكات عشان ايه المشاهده تعلى. ربنا يخليكم ليا، انا عارفه ان انتم بتحبونا وهتعملوا كده عشان خاطرنا. النهارده بقى ما اطولش عليكم، وفي اخر الفيديو يا جماعه هقول اسامي حبايبي، بس في اخر الفيديو عشان ايه ما نطولش في اخر الفيديو. وده مش هتكون الاسامي كلها، يعني جزء من الاسامي، والفيديو الجاي هنقول جزء من الاسامي تاني. نقول بقى التحدي على ايه يا لولي؟ لحسن احنا طولنا عليه. التحدي جامد جامد جامد، تحدي جبار. بصوا يا جماعه، اشتلك انا ده اللي انت عايزه يا حبيبي. بصوا يا جماعه، دي بطايه كبيره 4 كيلو، وكمان 4 كيلو وربع تقريبا. وده طبق سبانخ باللحمه، هو قال لي انا عايز سبانخ باللحمه مش عايز بط، ماشي؟ ومعانا الرقاق، ده رقاق فاضي من غير لحمه، بس نغمس بيه السبانخ كده يعمل جو. كل واحد طبق رز. التحدي على ايه يا شوشو؟ انا هاكل نص البطايه وهو طبق السبانخ باللحمه، وانا طبق السبانخ ده سادة. الرز والجلاش ده حسب بقى اللي يحب ياكل. هتاكل سبانخ ساده، ماشي؟ تمام يا لولي؟ تمام يا شوشو. نكسر كده بسم الله، وتفضلوا معانا يا جماعه. اكله بقى عايزاكم من العيار التقيل بجد. اه يا رب تعجبك يا لولي. انت بتعمل حاجه وحشه يا شوشو. يا حبيب شوشو، يا جماعه التحدي هو على اللحمه وانا على ايه؟ على نص البطايه، ماشي؟ عشان ايه ما تلهوش مننا. استنى، انا لسه بقطع. ايه ده تحدي؟ اها، عجبكم يا جماعه لولي بذمتكم؟ كل مره يخمني في الضلمه. خدوه السبب، خدوه السبب. لا لا، غش يا جماعه. انا اقطع وهو ياكل، عجبكم؟ هي دي الرجاله، الرجاله المصري. اه، بسم الله بقى كده نبدا التحدي. يا عم اتاخر شويه، يا عم حاسب يا عم. يعني احنا عايزين منكم بس حاجه واحده، لايكات، مشاهده كامله. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين تفاعل في القناه. احنا من عشاق السبانخ يا جماعه في الشتاء. السبانخ والكرنب في الشتاء بقى. ومين زي بيحب البط اكتر، ومين زي لولي بيحب اللحمه؟ شويه سبانخ 10 على 10. نكسر الكبير، سخن قوي الكبير ده، سخ. العظمه طلعت من غير ما اكسر الفرد. الكبير الكبير صعب قوي. بعشق البط. سامحوني لو انا مقصره في طرق الاكل في القناه الثانيه، بس والله اختي مجهزه لي حاجات كتيره في الفريزر، يعني مقليه البصل، حاجات كده عشان الحساسيه. الدكتور منعنا شم روايح، ربنا يسهل كده ونرجع احسن من الاول ان شاء الله. السبانخ جميله، الرقاق انا عامله اغمسه مكان العيش كده. جرب التجربة دي. الغشاش
تجربة ناجحة ولا فاشلة؟ في شوشو بتعمل حاجة فاشلة؟ شوفنا يا جماعة. لقيت عندي رهاق ما استفدتش بيه. تستمدك يا ايه؟ هما يقولوا يا ايه؟ ايه؟ يا بنتي يا شوشو. بألف انا يا قلبي شوشو. الجو اليومين دول صعب قوي يا جماعة. جو مش دارب. مش عارفين حر ولا برد. بيني وبينكو قتلة؟ عايزة بقكو. ما تجروش الفيديو بالله عليكو. والله العظيم محتارة اكل ايه يعني. بجد الاكل كله غفل والله. وهعمل الاكلات اللي انتوا هتكتبوا لي عليها في الكومنتات. سيواش يواش كده صح؟ مش بيقولوا يواش يواش؟ طبعا. سبانخ بالرقاق جميله. الرقاق ساده جميله. والله يا جماعه انت اي حاجه بتعملها شوشو بتحبها يا قلب الشوش. الناس تحب تتضايق لما نقول معروف شرب. معروف شرب. والله يا جماعه صحي الصبح لقاني تعبانه. ما رحتش الشغل والله. والله ربنا يخليه لنا يا رب. ويخليك لنا في الحمد. تسلم. الحساسية يا جماعة صعبة قوي السنة دي. في حد يسيب البط وياكل لحمة؟ مش الأكل مزاجات يا جماعة. احنا كنا متفقين من امبارح ان النهاردة بط على طول. قال لي لا اعملي لي انا لحمة. انت حر. طب ايه الفص ده كده؟ ايه وحش. استاذ محمد. استاذ محمد كان بيحب السبانخ. النهاردة قال لي ما عنتش بحبها يا ماما ما عنتش تعمليها. ماشي. مش تسلم على حبايبك؟ انت زعلان؟ انت مش انت اللي قلت لي مش عايز اظهر؟ بيقول لي هو انا ظهرت؟ يا جماعه كل ما ننوي نعمل تحدي انا واخويا ومراته وعلي يحصل حاجه. كان المفروض نعمل تحدي بكره هما اللي عيوا ومش جايين. الواحد مش عارف يقول ايه بصراحه. مش عارفين الحياة من هنا ولا من هنا. تحفة يا لولا. خليكم شاهدين.
انا دوقته البط وهو ما قاليش خدي دوقي البط يا شوش عشان تعرفه اللحمه. خلاص انا زعلانه. لا 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 ما احبهاش مع البط والله ما احبها مع البط. اجيب لك اللحمه كلها. بعد ايه؟ خدها كلها. بعد ايه؟ خدها كلها. ما اعرفش اكل مع البط حاجه ثانيه. عرفت اللي ما بيحبش البط ازاي؟ لا باكله بس يعني تحفة. بص الكابوتشي ده حتى تتخص مع الأكل. تحفة يا لولي. كلي يا قلب شوشو. كده مش عارفه اخد راحتي. انا بحب الحته دي قوي اصلا. الحاجه لا اي حاجه تخص البطه مالكش فيها لا مؤاخذه. خليك في لحمتك بس. ايه ده؟ ايه دي مال؟ بابا هو انت انسحبت؟ انت عمال تاكل في خص. لا ما انسحبتش. من قال لك اللي انسحب؟ انا عم نصحى النهارده عامله التحدي على اللي اقدر اكله. النهارده يا جماعه كان نفسي في رز بلبن. سبحان الله ربنا ما حرمنيش منه ولقيته جاي لي من عند ربنا. ازاي؟ ايه ده؟ اترمى لك من البلكونه؟ دي الثانية. ايه ده؟ احلى رز بلبن. على طول في الثلاجة يا حبيبتي. عملت لي الرز بلبن ونسيته في بيتها. زكريا زكريا. انت عمال تخش على ممتلكاتي. بالخص جميل قوي. ممتلكاتي طعمه حلو قوي. ما بينفعش. لا لا مستحيل. لا بصوا يا جماعه قبل كده قال لي هنعمل الفته ضد ايه على كان ايه؟ نعمل ايه؟ كان فته وبط باين. فته ولحمه باين ضد البط. رجع في كلامه قال لي لا خلاص نعمل الاثنين صح؟ وايه تاني؟ والسمك الاخير. شوفوا حنن البط ازاي؟ لا 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 خد خد خلاص مش هعمل كده تاني. مش هعمل كده تاني. خلاص انت عارف عني كده؟ يا برنا. والله يا جماعه بجد ده علي ده مشكله. السمك المشوي والمقلي. هو بيحب المشوي الشبار الاخضر وانا بحب المقلي. قلت له يا علي ده رجع ساعة الأكل قال له خلاص نمشيها على الاثنين. ساعة الأكل كان سمكية مقلية وأكل هو المشوي. أعمل في إيه؟
الراجل ده هيجنني، طير مفاتيح عقل مني. هو احنا مبسوط بقالنا كام دقيقة؟ على فكرة احنا طولنا الناس. انت مالك؟ انت مالك؟ انا غلطان. انا غلطان والله يا جماعة. بطة عايزة بقوكم مش قادرة ولا كلام شوشرة. هو التحدي على الخاص؟ انا هو انسحب. عايزه اقول لكم انا انسحب. ايوه هقول لكم ليه بقى. انا هقول لكم ليه انسحب. استاذ لولي طبعا انا قلت لكم ان قاعد النهارده مش شغل، بس ربنا يخليه لي. يعني عارف ان انا نفسي في العدس الاصفر ومش عارفه اعمله عشان التقليه وكده. راح نزل بقى جاب عدس الصبح جاهز، وجاب بقى مخلل وجاب بصل، فعشان كده سبحان الله علي شبع انسحب. صح؟ هنرجع لكم بالعقاب وباسمي حبايبنا. شويه عدس كده وطي يا لولي، ورجعنا لكم بقى هنقول اسامي حبايبنا الاول وبعدين علي يتفاجئ بالعقاب بتاعه. ماشي. طبعا دي مش كل الاسامي يا جماعه، انا هقسمها على فيديوين. اللي ما سمعش اسمه الفيديو ده ما يزعلش مني ويكتب لي في الكومنتات عشان اقول المره الجايه. وانا عارفه ان محدش بيزعل من شوشو لان انتوا عارفين ان انا بحبكم كلكم. تمام. انا عارف والله ساعات مش بحب اقول اسامي عشان محدش يزعل، بس بقى ايه سامحوني. اول حد ناصر من السعوديه، طبعا ربنا يخليه لنا ويبارك فيه، طبعا عمره ما سابنا ولا يوم. إيه عايزه بقى وائل من طنطا، ولاده بناته شذا وروضه. وحشوا بابا قوي وربنا يرجعه لهم بالسلامه يا رب ويبارك له فيهم. شذا وروضه ترجع بالسلامه ان شاء الله. ماري بنت اليمن، حبيبتي يا ماري، عامله ايه يا قلبي. ام فهد فهود دي من العراق. وعايزين ندعي بقى لجنه وحور ان ربنا يشفيهم يا رب. ربنا يشفيهم يا رب ويخليهم لمامتهم ويفرحها بيهم باذن الله. يوميات هنودة، ربنا يخليكي يا حبيبتي ما تحرمش منك. الجولي من السعودية على راسي. حنين زياد من فلسطين. أكلات دودو حبيبتي طبعا ما بتسيبنيش برضو. شيرين أبو طاب لحبيبة قلبي واختي من دمياط. الحاجة أم طلال، ندعي لابنها طلال ربنا يرزقه يا رب بشغل ويخليه لها يا رب. أم خلدون من العراق، حبيبة قلبي واختي وحبيبتي ما تحرمش منك أبدا على كومنتاتك الجميلة. وام مروان من المغرب حبيبتي، وام مصطفى من العراق ربنا يخليكوا ليا. مجدي شاهين، وكلنا ندعي يا جماعه لسحر ربنا يشفيها ويعافيها يا رب، وربنا يخليها برده ما بتسيبناش خالص رغم تعبها ربنا يشفيها. نصدار بقى وكومنتاتها الجميله اللي ربنا يا رب ما يحرمنا منها ابدا. نصدار حبيبه قلبي. محمد قول مها ثابت، قول بحبك يا مها. بحبك يا مها. داليا عبد الوهاب حبيبتي. هيثم من الاردن. مدام مها من مصر بقى اللي بتكلمني، ربنا يخليها لي ويبارك فيها على راسي وكلكم يا جماعه على راسي. وفي اسامي كتير انا عارفه هقولها الفيديو الجاي باذن الله، لان في كومنتات انا لسه ما ردتش عليها، وسامحوني لو بتاخر في الرد بس غصب عني عشان الظروف اللي احنا فيها. نشوف بقى عقاب لولي عشان الفيديو طول. الفيديو طول قوي. بص بقى يا عم، هو عمل معايا الواجب يا جماعه. الواجب ايه؟ هو النهارده قعد من الشغل عشان خاطري، ونزل جاب لي عدس اصفر عشان نفسي فيه وعشان خاطري وبصل. محمد غيران بيقولوا عشان خاطري. والله العظيم بجد يا جماعه ربنا يخليه يا رب، وربنا ما يحرمناش منه. زي ما انتوا بتقولوا في الكومنتات هو فعلا طيب وحنين، فانا ما اقدرش اعمل حاجه غير ان انا اسامحه. ربنا يخليكم ليا يا رب. فما اقدرش اعمل حاجه غير ان انا اسامحك النهارده. مش معقول، ده انت شراني حتى في العقوبات. قلت اسامحك، ده طالبين مني قرن فلفل وسوس كوري يتبلع بيه. بس انا سامحتك. ليه كده؟ ليه كده؟ فالفيديو بقى هننهيه عشان طولنا قوي. ولو عجبكم الفيديو بتاعنا ما تنسوش اللايكات بالله عليكم واهتموا بيها. والشير وسبسكرايب، وخلوا اصحابكم وقرايبكم يشتركوا في القناه عشان نكبر بيكم ومعاكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي. بتتفرجوا عشان 16 دقيقه فعلا.